فيها إلى الآن، وفي أرحب وعلى المجرة، إذ أننا شرعية لقاتل. أنتم عندما تفتون إلى ما تستندون؟ إن لم تكن الفتوى مستندة إلى كتاب الله وسنة رسول الله فليست بفتوى بل فتوى. فاسمعوا ماذا قال الله. يقول الله تعالى في سورة النساء، احفظوها جيدا، من الآية 104 إلى 113، هذا كلام الله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن للخائنين مدافعا ومحاميا للخائن، مثل على الخائنين. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا حكيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى من القول والفتوى. وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم يا باسم دواها، أنتم يا مشترك، ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا كمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا. أيها الموقعون، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، والاستغفار إنما يكون بالتراجع عن التوقيع، وإلا والله ستقع جميعا. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة، يا موقع، يا من تقول من لم يصلح فهو خائن بينما نحن نرى العكس، هذا اعتقادنا لله، أقوله لله. ولكن انظر، لا ترتكب الخطأ ثم ترمي به الأبرياء. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك، لولا فضل الله عليكم يا من رفضتم المبادرة الأمريكية الإسرائيلية السعودية، لولا فضل الله عليكم أيها الثوار، لأنه هو الذي أخرجكم من أول يوم، ولم يعيدكم الله إلا منتصرين. فثقوا واستمروا في ثورتكم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لعن طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العليم. هذا كلام من مفصل تفصيل على الثورة، على المبادرة أو المؤامرة، على قانون
يعلنون الحصانة على الانتخابات الأزلية، أسموها انتخابات وهي في الحقيقة انتخابات. نحن إن يوم الانتخاب سيكون يوم انتحاب الشهداء في قبورهم، سوف يبتهلون إلى الله بالدعاء أن ينتقم الله ممن قتلهم وممن أعطى القاتل حصانه، فإن الله عدل والعدل ربح القرآن. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ لقد قالوا بألسنتهم نحن مضغوطين علينا، أو قالوا هذا نحن مضغوطين علينا ممن؟ من أمريكا والسعودية. فإذا كنتم ترون الأمن في ظل الأمريكان فإننا نرى الأمن في ظل الإيمان. فإن كنتم ترون الغنى في قبضة السعودية فإننا نرى الغنى في القبضة الإلهية. وشتان بين الأمريكان وبين الإيمان وبين القبضة السعودية والقبضة الإلهية. والله إنه شرك بعينه. يا من أنتم حريصون على التوحيد، والله إنه شرك الحاكمية. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ما هي الدائرة؟ هي دائرة الاستخبارات الأمريكية. نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والله وتالله وبالله أنه سيندم. أما نحن فإننا مع كلام الله، لا مع كلام عدو الله، لا مع السفير الأمريكي ولا السفير السعودي. إننا أبناء اليمن، إننا وطنيون. فلن نبيع الوطن، ولن نبيع اليمن، ولن نبيع الدين من أجلكم أيها المرضى، ولن نقول نعم لفتواكم لأنها ليست فتوى بل فتنة أوقعتم أنفسكم فيها. ثم أنتم هؤلاء تريدون أن توقعوا قواعدكم الحزبية في الفتنة وتوقعونا معكم، ولكن هيهات حتى يلد الجمل في سن الخياط. ولن تجاهدوا باسم الوطن والثورة علينا. وإن استغفلتم الناس فينبغي أن تعلموا حتى من سيشارك في التصويت، أعرف كثيرا من سيشارك في التصويت لكنه أولا الشهيد قال لكي يطوي صفحة صالح ونحن معكم في الدورة. ستعلمون مسألة أخرى، ستعلمون بعد 21 فبراير أن كثيرا من صوت سيبقى معنا، وإنما هذا رأيه ونحترم رأيه، ولكن لنا قناعتنا. فلماذا لم نصوت؟ لأننا لا نريد أن نفقد شرعيتنا الدولية بالتوقيت، لأننا لا نريد أن نعطي الشرعية في التوقيت لمبادرة
المؤامرات الخليجيه